يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأصغر يغفره الله سبحانه وتعالى أو هو؟ محل خلاف، هذا محل خلاف بين العلماء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا داخل يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. ومن العلماء من يقول إنه يغفر، إنه يغفر، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا يغفر، لكن لا يعذب صاحبه ويخلد في النار مثل الشرك الأكبر، بل يعذب ويخرج من النار بعد ذلك. نعم.